السلام عليكم، هذا رد مني على قناة الشروق، قناة الرذيلة، قناة العار، قناة العنصرية والجهوية، قناة الصرف الصحي والصحفية سعاد دويبي والطاقم التلفزيوني لحصة الليلة شو في برنامج تلفزيوني هو إهانة للصحراء بصفة عامة وإلى الطوارق بصفة خاصة، وقولهم وافترائهم وكذبهم على عادات وتقاليد الطوارق، وقولهم بأن المرأة الطارقية متحررة فكريا، وأن الطوارق ينسبون أولادهم لأمهاتهم. قبل ما تتكلمي على التحرر الفكري وتقولوا بأن المرأة الطارقية متحررة فكريا، الشيء اللي متأكد منه في هذه الصحراء أنه لا يوجد بنت في مثل جرأتك أن تجلس مجالس الرجال أمام الملأ وفي برنامج مخل بالحياء وتتحدث بدون حياء وخجل، ولباسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها يشم من كذا وكذا. وقلتم كذلك بأن الطوارق ينسبون أولادهم لأمهاتهم. في العالم أجمع بالرغم من اختلاف الديانات والأعراق نعلم أن الطفل الذي ينسب لأمه هو ابن حرام. لا أدري كيف جاءتكم الجرأة وقمتم بتزييف هذه والافتراء على الناس كذبا وزور. قبل ما تتكلموا عن النسب يا عديمي النسب، يا نسل الرقيق الأبيض، يا عبيد الويندال، يا غجر أوروبا، أبحث على نسبكم بالأول قبل ما تتكلموا عن من هم أشرف منكم نسب. على الأقل الطوارق يعرفون نسبهم ووصولهم من أين. والقانون اللي دارته وزارة العدل يجرم كل من يتحدث بالعنصرية والجهوية. شرفوا، ها هي الجهوية والعنصرية في أسمى معانيها، ورونا عدلكم هذا وين يوصل، ولا الموضوع كي يرتبط بالصحراء كاملة غمض عين. لن نسكت على أي إهانة ولن نقبل أي إهانة، وصبرا جميل صبرا جميل، سيأتي يوم يتغير فيه كل شيء. سلام.